الشيخ بول جميل، شخصية مؤمنة بالوطن، مؤمنة بالعمل لأجل الوطن، شخصية شافت أنه أحلى كتير تكون مع الجمهور أو الشعب من أنه تلعب دور بارز بمسرحية عنوان المصالح والكراسة. من مواليد بكفية عام 1946، هالبلدة اللي عطيته البراعم الأولى لفكره ونظرته بالحياة، وخصوصاً فترة الطفولة والشباب يلي قضاها مع رفيق الدرب الشيخ بشير جميل. الوالد شيخ كبريال جميل رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية وعميد سلك الأنصلة. الوالدة الشيخة ماريل جميل شقيقة الشيخ النائب والوزير موريس جميل، عمو الشيخ بيير جميل مؤسس حزب الكتائب. المقاعد الدراسية الأولى حتى المرحلة الثانوية فكانت بمدرسة الجمهور عند الأباء اليسوعيين، ونال شهادة البكالوريا سنة 1965، وبعد 7 سنوات حصل على شهادة الطب من جامعة اليسوعية يلي أسس فيها خلية الطلاب الكتائبية تيكفي اختصاصه بالجراحة العامة بكندا عام 1972 و 1976. عام 1976 وبوقت الكل عم يهرب من لبنان، كان الدكتور بول جميل راجع على لبنان ومتخلي على الجنسية الكندية يلي كان بده بس 3 شهور تيحصل عليها وكله كرمال القضية. ٢٩ أدار 1980 دخل الدكتور بور القفص الذهبي وتزوج من السيدة جوس زيادة، ودايماً بيذكر أن ولاده الأربعة رودي، شربل، ريتا وباولا ولدوا تحت الخطر والقصف مثل كل شباب لبنان يلي بعمرهم. حياته بالمعترك السياسي فبيقسمها لست مراحل. المرحلة الأولى من 1976 لل 1982، فترة الحرب برفقة الشيخ بشير يلي كان يعتبرها الشيخ بول انها كانت حرب مقدسة لانها بلشت ضد عملية التوطين، هالمشروع يلي بعده مطروح بكل نزاعاته وتقسيماته لحد هالساعة. هالحرب المقدسة حسب الشيخ بول اشترك فيها كل اللبنانيين وخصوصا المسيحيين، وكأن كل واحد صار كتائبة ولو ما معه بطاقة انتماء للحزب، كون القضية بتطال الكل وتوزعت الأدوار على الكل، شباب، شيوخ، نسوان وأطفال. أما دور بول جميل فكان تطابقاً لكلمة الشيخ بشير كل واحد يلعب دوره، وشهادة الطب صار وقت تلعب دوره، فتم تأسيس ثكنة سلاح الإسعاف إلى جانب المستشفيات النقالة والمستوصفات على كافة الجبهات، بالإضافة لخلق ملف صحي لجميع المجندين والمقاتلين. أنا مرشح للرئاسة، أنا ترشيحي منه مناورة. 23 آب 1982 تم انتخاب الشيخ بشير رئيس للجمهورية اللبنانية. إن الرئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. اعتبر الدكتور بول إنه الحرب انتهت، وهيك شد الحزام وقرر العودة لحياته المدنية والطبية، بس الأحداث اللي صارت بررت العكس. 14 أيلول 1982 الانفجار الأول.
تم اغتيال الرئيس بشير جميل ورجع كل واحد ينظف سلاحه. المرحلة الثانية 1982-1988، وكونه طبيب القصر رافق بول جميل رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين جميل بأكثر من رحلة إلى خارج لبنان. ولما لاحظ إنه الحرب غيرت مسارها من حرب قضية لحرب مصالح، قرر بول إنه يتريس شوي، وهيك نزلت الشخصية من المسرح لعند الشعب أو لخدمة الشعب. المرحلة الثالثة 1988-1993، هالمرحلة بتتميز بثلاث أحداث: معارضة الشيخ بول لاتفاق الطائف، كونه ما شاف انه هالاتفاق هو محقق للطموحات الوطنية والغاية المطلوبة. 1992 مقاطعة الانتخابات بناء لرغبة البطريرك الماروني. حزيران 1993 جرت انتخابات على صعيد الأقاليم والمناطق بالمتن، ونال بول جميل فيها 1300 صوت من أصل 2000 صوت. أدهني هذه المتن لأنه للمتنيين الذين أطلقوا صحوة كتائبية ووعيا لهذه الديمقراطية تجلى بالموقف الحازم والجريء الذي وقفوه في 27 حزيران، وكأنهم يقولون للقاسي والداني إن الكتائب ما زالت هنا وهي كطائر الفينيق حية في ضمير كل لبناني وطني. وخلال هالفترة عمل على لم الشمل الكتائبة وإعادة فتح جميع الأقسام الحزبية بالمتن، وأولهم قسم بكفية رغم كل التحديات. المرحلة الرابعة 1993-1998، بحزيران 96 وبأثناء مؤتمر العشرين وقع خلاف بين الشيخ بول ورئيس الحزب الدكتور جورج سعيدي، وبسبب هالخلاف يلي شغل الدنيا والجرايد تم تعليق عضوية بول جميل كرئيس أقليم المتن وإحالته لمجلس الشرف. بالسنة ذاتها ترشح بول جميل للانتخابات النيابية وقدر يحصل على 12,000 صوت ما عدا غير المعلنين، مع أنه كان مترشح بشكل منفرد. بعدها بلش يهتم بالعائلة وتاريخها، وكانت أول خطوة سنة 1998 بتأسيس مؤسسة موريس جميل يلي هدفها أحياء مشاريع وأفكار الشيخ موريس وتكريمه، كما أنه ساهم سنة 99 بطبع كتاب بيحمل عنوان أهل جميل في التاريخ للصحافة أنطون شعبان. المرحلة الخامسة 1998-2002، الانتخابات النيابية سنة 2000 صار موعدها، ومن جديد ترشح بول جميل. وبالرغم من كل الضغوطات يلي صارت للانسحاب إلا أنه الشيخ كفى الطريق، خاصة لأولادنا وللشباب اللي كلهم بحاجة يفكروا مضبوط إنه هالبلد هيدا لألون ومش مطلوب ولا مفروض منهم إنه يهاجروا، بدهم يعيشوا هون معنا مثل ما نحن عشنا، مثل ما نحن عم نقاتل، مثل ما نحن عم نناضل، لأنه ما عنا جنسية أجنبية فيها تودينا لوين ما كان. فإذا نحن عم نناضل وعم نقاتل ورح نموت هون كلنا سوا، يا منموت يا منعيش. تشرين الأول 2002 فاز بالانتخابات المبكرة لمكتب السياسي بحزب الكتائب بمنصب نائب ثالث لرئيس الحزب. المرحلة السادسة 2002-2004، هالفترة المستمرة بتتميز بمواقف متميزة ومعارضة مع بعض القرارات بالتفاهم مع الرئيس كريم بكرادوني. وبالنهاية الفترات بتتكاثر،
فترة بتمحي فترة وسياسة بتمحي سياسة، ولكن كل الضغوطات والمصاعب ما بتقدر تمحي الحلم، لأنه الحلم كبير، حلم بالاستمرارية والتطور، حلم بلبنان، وبيكفي نوقف عند كلمة لبنان. كنا معك يا ما سوا سهرنا، نحنا معك من وقت ما كنا معك يا ما سوا سهرنا، نفرح معك